بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن إزاي تعمل RDP، أسهل طريقة ومجانا وطريقة سهلة جدا كله يعرف يعملها. تمام، أول حاجة هندخل على أزور زي ما احنا شايفين كده، Activate Now. بيطلب منك الإيميل، إيميل الدراسي. تمام، طبعا انا هسيب الفيديو تحت في الديسكريبشن ازاي تاخد تعمل ايميل دراسي، الايميل بتاع المدرسة او الجامعة. تمام، طبعا كلنا يعني في ناس في المدرسة ده سهل ان هو يجيب الايميل، وفي ناس تانية اللي مثلا مش في المدرسة او في الجامعة، اكيد ليك اختك في المدرسة، بنت اختك، في اي حد في المدرسة سهل او هتعمل ايميل، هتجيب كود الطالب وتعمل ايميل زي الفيديو اللي انا هسيبه لك تحت. المهم نكتب رقم التليفون، رقم التليفون مبقاش مكتوب قبل كده، طبعا بتاع بلد بتاع مصر، مش شرط نعمل اي ايميل التانية بقى زي ما كان في طرق تانية، لا الطريقة دي بأسهل طريقة. تكتب رقم تليفون، بيجي لك فيريفيكيشن كود في المسج، بنكتبه كمل بيت البنات. هنا مثلا ايجيبت، بنكتب الفيرست نيم واللاست نيم، الايميل، رقم التليفون، نقول نيكست. طلع سهلة جدا، بنعمل بيها RDP على اجور طبعا مايكروسوفت، و$100 في الكريدت بتاعك. يعني بقى من غير ما بقى الناس بتبيع لك دلوقتي ال RDP، بيبدأ من $10 لحد تقريبا 30 حسب إمكانيات السيرفر. ما نعمله ببلاش، هو في ثواني كده وانت قاعد كده الحساب اتكريت وعملنا حساب على اجور مايكروسوفت. تمام، هوريك دلوقتي ازاي تعمل RDP. ندخل على هوم الفيرشوال ماشينز. تمام، طبعا بندخل على اد، دي أدان فيرتشوال ماشين، كمل بيت البنات. فيرتشوال ماشين مثلا هنسميها مدغمر، هنا بنختار السيرفر بتاعنا عاوزينه في اي بلد، عندك بقى كل حاجة اختار اللي انت عاوزه، انا اختار اليابان. الايمج انت عاوز نسخة السيرفر ايه؟ عندك ويندوز 10، ويندوز سيرفر، وبنتو، اوراكل، ديبيان، سنتوس، ريد هات، عندك كله. انا اختار مثلا ويندوز 10 بروفيشنال. طيب امكانيات الجهاز، هنا مثلا في عندك كام رام، كام بروسيسور، هنشوف السايز نختار، ادخل على اكبر حاجة، يلا 32 رام و8 بروسيسور. طبعا بروسيسور بيبقى فيرتشوال. الارض بي هنعمل يوزر نيم وباسورد، مثلا عندي ميد غمر، نكتب الباسورد، دول اللي احنا هندخل بيهم على الارض بي عشان برضو يكون عند الناس خلفية لو الناس مش عارفة ايه الارض بي. ار دي بي اختصار ريموت ديسكتوب، البي مش عارف. اللي احنا مثلا على سبيل المثال كأنك مأجر جهاز في البلد اللي انت بتختارها، مثلا اخترت اليابان، كأن انا مأجر جهاز في اليابان وبدخل عليه حاجة زي تيم فيور كده، عن طريق بقى ال RDP السيرفر ده اللي بيسموه السيرفر، لو تسمع كده السيرفر، الناس بتوع اليوتيوب بينزل عليه ابلكيشن او برنامج بيعمل بيه مشاهدات، طبعا بيبقى من بلد تاني فبتتحسب. ناس بتستخدمه في حاجات كتيرة اوي بقى، لو انت مثلا عاوز تشغل برامج الديجيتال ماركتينج، عايز مثلا تبعت رسائل، عندك حسابات على السوشيال وبتخليها تعمل لايك لوحدها، كومنتات، عايز تشتغل في الكراكنج، انت مثلا بتجيب البرنامج الابلكيشن بتفضل مشغله بيسحب داتا، مثلا تسحب داتا من على الفيس، انستجرام كده، يعني ليه استخدامات كتير. انت بتأجر جهاز من الاخر، يعني كأنك بتعمل جهاز في بلد تاني، وده طبعا إيه لو انت بتشتغل هاك او كراك، انت بقى من عن طريق الطريقة دي بتخلي مثلا صعب يتفقى اسرق
ثانيا لو انت مثلا داخل على الديب ويب والدارك ويب انت محدش بيعرف يعلم عليك، لان انت حتى لو الجهاز اتنيل بالنيلة ولا ولع انت في الامان. تمام، انا دلوقتي بيديني ايرور. بعد ما كتبنا البيانات اخترنا الرامة وكتبنا الباسورد والاسم اليوزر نيم اللي هيدخل بيهم وقلت له كرييت، هو ادالي هنا فيل فاليديشن فيل. طيب validation failed فشل. طيب نجرب حاجة تانية، حاول نغير مثلا في كنية السيرفر. لو عايزين تحصل على أحدث البرامج والكورسات المجانية من عن طريق جروب تليجرام، تمام الجروب هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو، وأكيد طبعا بقى مش هوصيكم يا رجال، سبسكرايب بقى ولايك وشير ودلعوا كده المسائل. أنا اخترت أقل حاجة سي بي يو 1 والرامة 1 جيجا، بس هنجرب على كده. بالنسبة للكورسات اللي بننزلها ليه على اوديمي، الناس مثلا اللي مش فاهمة الموضوع بقى ما عملنا كرييت ونشوف. طيب الكورسات دي بتبقى مثلا مجانا لمدة 24 ساعة او 48 ساعة. الكورسات دي على الموقع بتبقى مثلا في حدود $200. انت ممكن لو مش عاوز تدرس دلوقتي بتعمل ايه، بتخش تعمل انرول وبتضيفه في حسابك. الكورس طالما اتضاف في حسابك بيبقى معاك طول العمر. هنا الفيرشوال الكريتد انا اعمل له كرييت انيشاليزنج ديبلويمنت. كورسات اوديمي انت ممكن تضيفها في حسابك بتفضل معاك مدى الحياة، تذاكرها في اي وقت ما فيش مدة محددة. الكورس ما بيتشالش مثلا بعد فترة معينة ما بيتشالش، لا بيفضل معاك طول العمر. وفي كورسات منها لما بتخلص بتتعمل لك شهادة، كل ده حاجة بتنفع في السي في ان شاء الله لما تيجي تقدم مثلا في شغل ولا حاجة بتبقى كويسة. تمام، توفيق ربنا يصلح لك الحال للجميع يا رب. طيب هنا ال ار دي بي بتكريت، ما عندناش اي مشكله، عندنا مشكله الفيل. تمام ما تخافوش يعني مش هيبقى 1 جيجا، انا هدلعك وحالا اخليه لكم عالي، بس انا بس نشغله. ممكن تكريت كذا ار دي بي يعني مش واحد بس، بيبقى معاك $100 او $200 في الكريدت عندك، ان انت مثلا ممكن تعمل ار دي بي بعد كده بيشتغل معاك بالساعة، بيبقى ليه سعر، فانت ممكن مثلا ساعة تشغله وتوقف تشوف هتقضي معاك. الطريقة دي الناس بتبيعها، والناس بتبيع الار دي بي الواحد في حدود $10 اقل حاجة. تمام انا بديك السورس ما بخلش عليك بمعلومة، فانت لو عندك معلومة ابعتلي عشان نفيد الناس كلها بيه. معظم البرامج والكورسات اللي بننزلها عندنا بتبقى حاجة مش موجودة اساسا، يعتبر الناس اللي
متابع القنوات مش هتلاقي قناة واحدة زي بتاعتنا فيها كل الكورسات تحميل مباشر، كورسات بتوصل يعني في مثلا لينك بعتناه مرة كان تقريبا 5 تيرا كله كورسات فري تحميل كده مباشر. كل اللي بنطلبه ان انتوا تساعدونا في الانتشار، ضيف اكبر عدد من اصحابك، الناس اللي عايزة تستفيد. الكورسات اللي انت بتنزلها دي حاول تذاكرها وتفهم استفاد بيها، ما تبقاش مثلا بتنزل حاجة وتكومها عندك، لا افهم واستفاد وطور من نفسك، وكل ما تستفاد بمعلومة شارك بيها غيرك. يعتبر دي حاجة اسمها زكاة علم، اللي انت مثلا عندك علم لازم تفيد بيه غيرك. موقع ده بطيء او النت عندي بطيء بقى، معلش انا مش هقطع حاجة من الفيديو عشان ما حدش يقول لي ده انت عملت وسويت واشتغلت هنا وكده، مش سبت الخطأ اللي طلعت ما رضيتش امسحها، انا حليتها في اخر الفيديو هتلاقي الحل، بس انا سبتها برضه عشان اوريك الاخطاء اللي بتظهر لي. وبدأ اشتغل اهو كرييتد، تمام. أحب أوجه تحية لشركة وي أو تي إي داتا أو المصرية على سرعة النت الفشيخة اللي احنا عايشين فيها. مركب النت تقريبا بقالي 10 أيام، أول 6 أيام يعني مثلا النت اشتغل النهاردة بكرة فصل، قدمت شكوى، تالت يوم اشتغل، رابع يوم فصل لمدة 6 أيام، يوم أو يوم لأ. متشكر جدا يا جماعة، احنا في عصر السرعة الخارقة. created your deployment is complete، هندخل على go to resources. تمام، في كريت انذر في ام، لو انت عايز تكريت فيرتشوال ماشين تانية هنجرب دي الاول. ده الاي بي اللي انت بتدخل بيه، البابليك اي بي، تمام. طيب نجرب بقى ندخل على الفيرتشوال ماشين من عن طريق البرنامج بتاع مايكروسوفت ريموت ديسكتوب كونكشن. كده طلع بيه، بكتب الباسورد. صحيح انا عامل مش ادمنستريتور، اليوزر نيم عامله من غمر. هنعمل مور تشويسز وندخل هنا نكتب بقى اليوزر نيم من غمر، نكتب الباسورد. دي برضه حاجة، اصل انا مسطب ويندوز سيرفر 2019 ومنزل عليه الجروب دومين كنترولر. طيب كده دخل معانا، نقول له اوكي يس، كده زي الفل. الف مبروك يا رجال، عملته كده اول ار دي بي بايديك وببلاش وفي ثواني. محدش يقول لي بقى انا ما عنديش حد في المدارس، يعني انت هتلاقي حد، اخواتك ولاد خالتك ولاد عمتك واحد صاحبك. شوف يا عم اتصرف، اسهل حاجة ان انت تلاقي حد في المدرسة ده. اي حد في المدرسة تقول له هات يا ابني كود الطالب بتاعك ورقم القومي، لو هو مثلا صغير هتجيبه من شهادة الميلاد هتلاقي رقم القومي والكود، وتدخل تعمل
ايميل جامعي. ايميل الجامعي ده في بيديك مميزات كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيل. ممكن تنزل مثلا اوفيس الاخير او 365 وبالسيريال بتاعه. ممكن عن طريقه تدخل مثلا تنزل نسخة ويندوز بالسيريال من على مايكروسوفت. ومواقع كتيرة بقى زي مثلا اوتو ديسك والحاجات دي. ألف مبروك كده فتح معانا الأرض بي. وطبعا بطيء ومايت كده لان الرام 1 جيجا فانتوا اعذروه. كمان شويه هخلي لكم الجهاز ده كده يطير يطير طيران. هنعلي الرامات ونعلي البروسيسور. هنظهر بس الأيقونة بتاعت ماي كمبيوتر. تمام ويندوز 10 1 جيجا 64. تمام كده احنا عملنا ارض فتحناه وفتحناه وجربناه قدامكم عشان محدش يقول ده احنا بنشتغل ولا بنكذب. تمام طيب هنعلي بقى الجهاز ده عشان امكانياته كده تعبانه خالص. طيب هنا السايز تحت اهو. اهو virtual نضغط على كلمة size. دي كل الامكانيات اللي احنا ممكن نضيفها. هنختار مثلا الرام 14 و4 CPU 4 بروسيسور.
تمام. بلي سكسسفول هو كده، احنا عملنا 14 رامة واشتغل 100 100، خلاص نعلي تاني، شوف حاجة أعلى. كده عندنا أعلى حاجة الرامات 32 والبروسيسور 4 بروسيسور. تمام. يعتبر ده أعلى حاجة. إنها طالما مش منظلة كده يبقى مش موجود، مش متاح لينا. ده سكند جينيريشن وده سيرد جينيريشن، يبقى السيرد أعلى. اختار سيرد، اختار بقى الـ32 الرامات و4 CPU، نقول له ريسايز، هيقول لك ريسايزنج فيرشوال ماشين. ريسايز براحتك يا حبيبي، ظبط حبيبي ظبط. سكسسفول، ألف مبروك يا جماعة. ندخل على السيرفر، عايز بس تعمل لي ريفريش. تمام كده، رام 32 والبروسيسور 4 بروسيسور. طيب تعال ندخل تاني ونجرب. لو الأيقونة بتاعت الـ RGB مش موجودة عندك، ممكن تدخل على السيرش وتكتب MSTSC، MSTSC تقريبا يعني، مش متذكر. على المهم اكتبها الكور تحت الفيديو. كده بقى الجهاز أسرع شوية. نتأكد برضو من المواصفات. ما شاء الله تمام كده، 32 والبروسيسور زينون والبريتنج سيستم 64 بت. ألف مبروك يا جماعة، متنسونيش بقى تدعولنا بقى. مع السلامة.